تسعت رقعة الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة بإسقاط حكومة الصخيرات وتفكيك وحل الميليشيات وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين. شباب بلدية وادي عتبة خرجوا بساحة ميدان الجزيرة بحي المدارس بمنطقة تساوى بالبلدية في مظاهرات غاضبة مطالبة بإسقاط حكومة السراج وإنهاء الميليشيات ووقف تردي الأوضاع من انقطاع للتيار الكهربائي ونقص المحروقات والغذاء وانفلات الأمن ونقص الأدوية الطبية وغلاء الأسعار. واشتكى المتظاهرون من عجز المواطن عن تحقيق الحياة الكريمة بسبب ما آلت إليه أوضاع البلاد، مطالبين برحيل المجلس الرئاسي الذي عجز عن أن يقدم أبسط الحقوق للمواطنين، خصوصا بعد إلقاء السراج كلمته للشعب والتي دلت على ضعفه وضعف مقدرته على القيادة وحفظ الشعب الليبي ومقدرته وجلبه للمرتزقة السوريين والأتراك ومن جنسيات أخرى وجعل ليبيا بؤرة للفساد والإرهاب وسلب كرامة الليبيين وإذلالهم، ما دفعهم لإغلاق الشوارع والميادين رافعين أصواتهم برحيل المجلس الرئاسي وميليشياته ومرتزقته وكل من يشغل منصبا في تلك الحكومة. المتظاهرون قرروا عدم التراجع عن مطالبهم، فإما أن يعيش الليبيون كرماء آمنين مطمئنين على أرضهم أو يموتوا شهداء مسطرين التاريخ مجدا وبطولة.